السلام عليكم، صباح الخير سيدة سعرات. اني متواجده بجامعه ايت موشت اي شو فيني افيك مسيو جاما ان طوك سوبرفيزور دي en ce qui concerne l'examen professionnel des médecins ainsi que les AMAR, les sages-femmes et les psychologues. Inch'Allah, nous avons le bonheur. وانا هادو زملاء وانا زميله تاعهم، كنت مسبقا ممرضه والان اني متواجده في الجامعه كاستاذه في الشبه الطبي. نتمنى للزملاء والزميلات النجاح والتوفيق، ونشكر مديريه الصحه والسكان بعيد موشد ainsi que monsieur زيادي مدير الجامعه الذي وفر لنا كل الطاقم الطاقم السكرتاريا ainsi que les classes l'amphi. sincèrement كانت هذا الامتحان كان في احسن الظروف، لا يوجد اي اختلافات او اي ديزاسيدون كم، وان شاء الله ان شاء الله يكونوا من الناجحين متوفقين ان شاء الله، ونتمنى لهم ليهم الاجيال الجايه ان شاء الله نجاح. ونقول لكم السلام عليكم ولا يوفق الجامعه ان شاء الله.